أهلا وسهلا فيكم مشاهدينا الكرام، ووصلنا لفقرة أكثر ما تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي. وتداول النشطاء عبر السوشيال ميديا فيديو لطيف حلو، رح نشوف فيه ردة فعل مشجعين أجانب لحظة سماعهم للقرآن الكريم في المونديال. خلينا نتابع مع بعض وبعدين منعلق. Ready, yeah. Okay. يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا. It's very nice. It's like make me want to cry. It's very nice. Is it a recitation? It's for religion, something like that. Yeah, wow. This very good meaning is. Yes. The Quran. You know Quran? I know just the Quran is the Islamic. Pacific. Muy tranquilo, muy relajante. Relax. Very beautiful, you know. It's very deep, yeah, very it's nice. Beautiful voice, very, yeah. Very spiritual. This is actually the first time I listen to it carefully. Yeah. I feel very relaxed if I wasn't standing in a mall or train station with the bright light and phone. I'd be quite relaxed. That's nice. It's Quran. Yeah. Is the first time to listen Quran? No. No. We live 8 years in Al-Quds, Jerusalem. Then we are more or less familiar with culture, Arabic culture. And يعني فعلا كيف تأثروا الأجانب غير المسلمين بالقرآن الكريم وقالوا شيء جميل بيعطي راحة. طبعا كلام الله عز وجل، يعني هن أصلا مقصرين بمشاعرهم اتجاه كلام الله عز وجل. يعني الحمد لله أنهم تأثروا، وإن شاء الله هي تكون صورة حسنة بينقلوها لشعبهم وين ما كانوا. خلينا نشوف تعليقات الناس. تهاني أو تهاني بلى تهاني بتقول: اللهم أعز الإسلام والمسلمين والمسلمات أجمعين في جميع أنحاء العالم، آمين يا رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين، آمين يا رب العالمين. ميرو: بسم الله الرحمن الرحيم، وأنزل هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. وهي الآية، نصلح لاميرو الآية: لو أنزلنا هذا القرآن على جبل. شكرا. مارتيني بيقول: نحن مسؤولون كمسلمين أمام الله لنشر هذا الدين. نعم مسؤولين أكيد، ويعني لو بالقليل، يعني هي هم يؤجروا على هذه الأعمال. حفيد بيقول: ترفع القبعة لدولة قطر، مفخرة لكل مسلم وعربي. نعم جميل. ونجمة بتقول: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. سبحانك ربي، سبحان الله، الله يهدي الجميع يا رب العالمين. وهي كانت تعليقات بعض الناس على هذا الفيديو.